حبيناهم من طيبتهم، البساطة دي كانت حياتهم، دول نجوم فعلا عتاولة، دول ملوك الإفيهات. ما بناها نادية وخد سوسو وهو كله في طوال، فنانين غاليين علينا قالوا أجمل قفشات. اسمحي بالرقصة دي لحظة هتحزم واجيلك، كله ضرب مفيش شتيمة، انت بقى يا تنسى حيلك، والسؤال عن جملة كانت افيهات للفنانين، كل يوم افيه ولازم حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين. اهلا بيكم في فزوره جديده من نجوم وافيهات، وقبل اي كلام انزلوا اعملوا سبسكرايب لقناه هوليود الشرق. نجوم وافيهات النهارده معانا فنان كوميدي رحل عننا، كان من ضمن شلة المشاغبين اللي جننوا المدير وقبل عفت في الفصل، وكان ليه افيهات كتيرة جدا في العمل ده. وغير كده كمان عرفنا ان الفنانة حنان شوقي مغرمة بالفنان ده جدا، لدرجة انها قررت تقدم لنا افيه من افيهاته. تعالوا نروح نشوف هتقدمه لنا ازاي ونرجع لكم على طول. فين السؤال ده؟ فينه؟ انا حط ايدي بس على السؤال هتلاقيني فريرة. كان في مسرحية مين؟ وزي ما احنا شفنا كده الفنانة حنان شوقي قدمت لنا الإفيه، خليني أسألكم ايه العمل اللي هي اتكلمت عنه ومين النجم اللي قال الإفيه ده؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة هوليود الشرق وتعلقوا كتير جدا بإجاباتكم الصح، وأكتر حد هيجاوب صح هو اللي هيفوز معانا. استنوني بكرة في فزورة جديدة. باي باي.